قام الدكتور مدحت كلمني، كان عندي كذا موضوع في دماغي كلهم محببين جدا الى قلبي، فهو اختار هذا الموضوع اللي اعتقد في يوم من الايام هناخد الناس في الاستاد وندي المحاضرات. خلينا نتفق ان في تحدي حقيقي ازاي الواحد يبقى اب او ام، فالوالدية اتمنى تكون ترجمة صحيحة للبارنتنج. نفسي اتكلم في كل ده بس انا هقف عند 45 دقيقة بالظبط، فبنشوف هنعمل ايه. يعني ايه بر دكتورة سعاد؟ خدي راحتك واحنا عايز اسمع. وات از بارنتنج؟ امتى الاهل بيجوا لنا في العيادات؟ الدنيا اتغيرت. امبارح كملت 60 سنة، فبقالي 35 سنة بشتغل سايكايتري من ايام ما كنت نايم. والدنيا اتغيرت قوي، بس اتغيرت بالذات في اخر 10 سنين، واعتقد بعد 2011 كانت نقطة فارقة واحنا بنعيش مع المجتمع، فاتغيرت كتير قوي. لو انا كنت قالوا لي لما فتحت عيادتي من 20 سنة ان انا هقول الكلام اللي بقوله النهاردة، اعتقد كنت راجحت نفسي كتير او ما صدقتش، يعني كنت اعتبرته ساينس فيكشن. احنا بنعمل ايه كتشايلد سايكايتري في الدومين ده؟ محتاجين نغير ايه؟ مش عارفه كنا هنروح، احنا متعودين نروح بتيك هوم مسجز، بس افتكر انه هنروح بكويستشنز لان فعلا ما فيش اجابات، علينا نفكر فيها سوا. يعني ايه بارنتنج؟ لو رحنا للويكيبيديا هتقول اسبيكتس اوف تنشئه الطفل، وبتاخد بالها من الديفلوبمنت. واتمنى الترجمة تبقى صح، انا نفسي عندي حلم كده نعمل جلوسري كلنا نلجأ له عشان نستخدم لغة واحدة. نماء ديفلوبمنت غالبا هنعملها نماء، مش كده؟ مش نمو، نمو از جروث. فنماء في كل اسبيكتس بتاعت الحياة، من اول فيزيكال ايموشنال اجتماعيا انتلكتشوال. نقطة الاختلاف بقى، موافقين انها تبتدي من انفانسي لغاية ادلتود، ولا مفروض تبتدي امتى؟ نيونيتس، نيونيتس اول 3 اشهر، ها؟ من بريجننسي. طيب انا مبسوطه قوي عشان انا كنت نفسي اقدم نيونيتال سايكايتري، بس الدكتور مدحت نصحني اعمل بارنتنج. طيب هنسمع النيونيتال مره ثانيه. فاذا ايه الاوبريشن ديفينيشن لما نقول ان ده بارنتنج من الويكيبيديا وكده؟ طبعا زمان كانوا اهالينا يقولونا روحوا بصوا في القاموس، في لسه حد بيقول روح بصوا في القاموس؟ حضرتك العيال امبارح قالوا لي، لا مش امبارح يعني من شهر كده، قالوا لي يوتيوبت مش جوجلت. انا افتكرت نفسي تقدمت بعملها جوجل، هم قالوا لي يوتيوبت، فانا مش عارفه هنوصل لفين. anyways ولكن هي كده بقى، لما هنشتغل في الوالديه بنشتغل في ايه؟ في علاقه طرفها ادلتس ام واب، والطرف الثاني تشايلد. واحنا اتفقنا ان العلاقه دي بتبتدي اثناء الحمل. هل احنا مؤهلين؟ معانا جهابذة في النهارده، استمتعت جدا بالمناقشه اللي قبل كده. ها عندنا تولز تقيس ايه في الفيتس بقى؟ ميموري. هو في فيتال ميموري، بس هخليها المحاضره الجايه بقى عشان تجوني تاني. طيب فلو احنا اتفقنا ان ده الديفينيشن، اذا التحديات كثيره جدا لينا قبل ما تكون للاهل اللي احنا هنفترض ان احنا هنعرف نساعدهم. نمره واحد، احنا كسايكايترست على الاقل متعودين نشتغل على individuals مش على relation. هروح ادور كده على حاجات في الانديفيدوال، لكن باي ديفينيشن لو هشتغل على الوالديه انا مش بشتغل على individuals، بشتغل على علاقه. هنا اتعلمنا ازاي نعمل سوري هو ايه؟ لا هو انا ازاي ارجع لورا؟ احنا اتعودنا نشتغل مع ادلتس مع تشايلد. بتوع برازلتون عملوا بريك ثرو، فبنشتغل مع النيونيتس اللي هم اول 3 شهور. في ناس شغالين على الفيتس، بس هل احنا بقى في الفيلد بتاعنا كسايكايترست كسايكولوجيست اتعلمنا؟ طيب يعني الاهل كده يبقوا سابقنا واحنا هنقول احنا اللي هنساعدهم ونديهم نصايح وهم سابقنا؟ احنا عارفين احنا بنقول ايه. طيب التحدي الاخير، وده تحدي كان كنت ناوي اقول فيه محاضره برضه، انا حاولت ادمجها. اهل يعني ام واب،
كم حد هنا بيشوف أبهات أكتر من أمهات؟ طب أبهات قد أمهات؟ طب أمهات أكتر؟ يبقى احنا في الفيل بتاعنا بنشتغل مع مين؟ مع نص قوة الضرب، النص التاني احنا مضيعين. هل احنا مؤهلين بقى؟ هل احنا فكرنا الأبهات محتاجين زي الأمهات يعني؟ هل دور الأب زي دور الأم؟ إيكواليتي بقى. هل ليهم احتياجات أخرى؟ هل احنا مؤهلين ليها؟ هل احنا عارفين ايه الديفرنت كونتريبيوشنز بتاعت الأبهات في الديفلوبمنت في كل المراحل من فيتس واحنا طالعين؟ طيب هي أسئلة، هستنى إجابات أنا في الآخر، مش أنا اللي هجاوب، أنا هسأل بس. When do parents seek professional help؟ عندنا في السايكاتري عندنا لسته طويلة قوي، ولكن السؤال اللي على طول بيطرح نفسه هو جرى إيه؟ أنتوا هتاخدوا دروس خصوصية في كل حاجة حتى إزاي تبقوا أهل؟ أنتوا رايحين للدكتور عشان يعلمكم إزاي تبقوا أهل؟ ما إحنا كنا بنخلف بال 12 عيل، محدش كانوا بيطلعوا زي الفل، أنتوا اللي عيالكم بايظة خالص، خليكم ماشيين ورانا. هل دورنا ان احنا نلغي الانتويتيف بارنتنج؟ من فضلكم لا، دي انا هجاوبها. احنا شغلتنا ان احنا نساعدهم لو قدرنا. خلوا بالكم احنا هم سابقنا، هم عارفين يعملوا العلاقه من ساعه الفيتال لايف، احنا لسه. طيب احنا عندنا لسته طويله قوي امتى الاهل بيجوا لنا في العياده، واللسته بتتغير، ولكن من اوضح الحاجات ان هما بيجولنا لو الطفل فيه عيب، لو فيه ديسابيليتي، لو فيه ديس اوردر او عيان. بيجولنا لو عندهم بيهيفيرال بروبلم، طلع عيني ما بتبطلش عياط، مش بتاكل، كل حاجه في حياتها صعبه، على طول بتعيط، ببقى ماكلاها ومغيره لها وكده. كان زمان نسميه ديفيكلت تشايلد، ما بقى ايه؟ صحش، نقول فاسي تشايلد. العيال العنيده جدا والعصبيه جدا، العيال اللي اهلها متهمين بانهم دلعوا العيال، او العكس اللي عندهم مشكله ان الجدود دلعوا العيال وهم مش قادرين عليهم. مراحل التعليم كلها من اول بري كي ونيرسري، في نيرسري طردت عيل، وصلنا لهذا. هيجن والتين ايج بروبلمز، فاحنا اكتر بنغطي كل المرحله. اهل كتير بقوا يجوا عشان عايزين يبقوا اهل كويسين، طب ما فيش ولا مشكله ولا مرض، عايزين عيالهم يبقوا بيرفكت، عايزين هم يبقوا بيرفكت، عايزين يعملوا احسن حاجه، مش عايزين يقرروا غلطات اهلهم. الجمله دي ساعات بخاف، لان لو مش هيكرروا غلطات اهلهم هيعملوا غلطات تانيه ما يعرفوش يحلوها. عايزين يبقوا ان كنترول، عايزين يعرفوا ازاي يحطوا ليميتس، وعايزين يبقوا اصحاب لعيالهم. واكتر حاجه بيقولوها لنا ايه؟ نعاقبهم ازاي يا دكتور؟ هل شغلتنا هتبقى ازاي نعلم الاهل يعاقبوا؟ لا. اعتقد في 95 كان نسبة الطلاق الرسمي في مصر 6%، على ما وصلنا 2000 بقت 13، دلوقتي بيقولوا 40% مكتوب و 20% سايلنت. فاذا بنواجه كتير احنا هنتطلق يا دكتور، ما يتبع الطلاق وان احنا نقول للعيال نقول لهم ولا لا؟ فبيقولنا كتير على كده، على السيبريشن، على الديفورس، على الريمارينج، وكمان حتى من قبل الكورونا لو في وفيات، في ناس عندنا بيبقوا ميالين انهم يخبوا عن العيال، وده مش صح. طيب ايه التحدي الكبير بقى لينا كلنا؟ ان كل طرق التربيه اللي كبرنا عليها سواء قبلناها او رفضناها، مين كتب رساله الدكتوراه بتاعته على تايب رايتر؟ عارفين دي اسمها تايب رايتر، دي كان تك تك كده، وهنا في شريط وكان يخلص والواحد، حد كتب رساله الدكتوراه؟ طبعا مفيش داعي اسال عن ماجستير. طيب حد بيستعمل تليفون ابو قرصه ده مش حاطه ديكور وراح جابه من انتيكات؟ طيب كل الطرق بتاعت التربيه اللي عرفناها بقت اوبسيت زي دول بالظبط، ممكن نحطهم في المتحف. ايام الملكه فيكتوريا كان السلوجن في انجلترا children are to be seen and not heard، يعني تقعد ساكته يتشافوا بس، يسبسبوهم يحطوهم. شوف كده صور الملكة اليزابيث وهي عيلة، بيرفكت. الأهل اللي بقى ليه؟ عشان أنا قلت كده. كم حد النهارده يقدر يقول لعياله عشان أنا قلت كده؟ ولا حد. ليه كده؟
طيب عشان اوبسوليت، ان الاهل عارفين احسن ما يمكن للعيال، وان البروفيشنالز عارفين هم اللي عندهم كل المعرفه. حد يوعى على ده الريفرجريتور مادر بتاع الاوتيزم دلوقتي، لو حد قال كده ان شاء الله تتسحب رخصته بره، ممنوع. فكل الكلام اللي كان بيتقال عادي في البيوت، اللي كان بيتقال عادي في المجتمعات، اللي كان بيتكتب في كتب الطب، هو الاخر بقى اوبسوليت. بس خلاص كله بقى اوبسوليت. يا فندم انا عايزه اشوف. طيب الايام دي بقى هو از ان شارج في البيوت المصريه، مين اللي بيمشي كلمته؟ العيال ولا الاهل؟ الاهل كتير قوي جايين مش عارفين يمشوا الكلمه، فالعيل حطها في الهاي تشير وقعدها. اتس ترو، ما بيقدروش على العيال ده. انا لو ما اكلش قدام مش هياكل، لو سحبته منه هيكسر لي البيت. لو نتكلم على عيل عنده 3 سنين 4 سنين، لا يعني مش 14 و18 يعني. مسألة كبيرة قوي لو الاهل بقى مختلفين. واكبر خلاف كان بيحصل، الحمد لله ابتدى يتحسن، يعني ان الاب بيقول لابنه خد حقك بايدك، والام شايفه ان دي همجيه. الحمد لله الامهات اتربت خلاص خد حقك بايدك، بس دي بتبقى مشكله لو الاهل عندهم فاليوز مختلفه، لان هم ناموا على فاليوز مختلفه وعليهم يواجهوا التطور، بتبقى تقيله ساعات. فكتير بيجوا بتبقى تقيله على الدكتور كمان. انا هستاذن حضرتك، انا مش عارفه فضي ولا ايه. زي ما تحب. الشكوى الكبيره اللي بتجيلنا في العيادات ايه؟ مفيش لا شكر ولا امتنان. والعيال تقول لك ايه؟ مش خلفوني يجيبولي. انا فاكره بقى ان احنا واحنا صغيرين لما جابوا لنا عروسه كده ولا حاجه جنب اللعب دي، كنا نقعد نشكر لغايه ما تطلع العروسه اللي بعديها بثلاث سنين مش بثلاث ساعات. العيال الايام دي لا، العيال ده حقي، وعلى الاهل يواجهوا هذا، وعلينا احنا كبروفيشنالز بقى. ده زمان كان هيبقى اسمه قلة أدب مش كده، واحتمال نسميهم كونتاكت. علينا نغير، علينا نراجع. طيب احنا بنعمل ايه في البارنتنج؟ بنقول على بارنتنج ستايلز، اللي سبميسيف واللي اوثوريتيريان واللي اوثوريتيف واللي ديس اورجانيزد مش كده. فبن ايه نقعد نعمل كلاسيفيكيشن، ولكن كمان الحقيقه بنعمل ايدوكيشن وتريننج، وعندنا psychotherapeutic interventions of different modalities، وهنسمع واحدة منهم اللي هي في رأيي من أنجح وأبسط وأنجع الطرق اللي هي البيهيفير. عايزة أفرق ما بين parental education و parental training. parental education يعني بدي معلومات، يعني مجرد knowledge، أوكي؟ ولازم ندي knowledge دي لو كنا هنعمل أي خطوة بعد كده. لازم نفهم الأهل يعني إيه development، بس الأول نبقى إحنا فاهمين ازاي هم بيأثروا على البيهيفير بتاع التشايلد بتاعهم، ازاي العيال بيتعلموا، لان الاهل مش واخدين بالهم قوي، بالذات لما بيحصل مشكله. هم طلق العيال اللي اتعلمت الكلام، لما بيجي لي طفل ديليد لانجوج الاهل مش بيبقوا عارفين اشمعنى، طب ويعملوا ايه، وهم ممكن يأثروا على ده ازاي. لما بيبقى عندي طفل باي ديسابيليتي واقول للاهل كل اللي العيال لقطوه كده واحنا مش عارفين لقطوه ازاي، علينا نفكر ازاي هنديهوله بالمعلقه، وده تحدي. ولكن لازم يبقى فيه ثيوريتيكال باك جراوند عندهم. بيبقى هدفنا واحنا بندي النولج ده نصلح misconceptions، نحسن الاكسبكتيشنز. تو هاي اكسبكتيشنز محبطه جدا للاهل وللعيال. تو لو اكسبكتيشن يبقى العيل مش هيتطور. ون امبروف الاترنس، نفسنا قصير. لما هقول للاهل يعملوا حاجه هيعملوها اسبوع ويريحوا، وبعدين هو دي مش متحسن. فدي من اهم النقاط اللي بيغطيها البارنتال ايدوكيشن. بارنتال تريننج، تريننج مختلف. التريننج بعلم الاهل مهاره. ها
هقدر اعملها في انديفيديوال في جروب، او الاهل دلوقتي بيدخلوا على النت ويعلموا نفسهم من النت، بس ربنا يستر ويبقى بيدخلوا على حتت صح. وياريت احنا كمان نسلح نفسنا، لانه احنا مش هندخل في كومبيتيشن. العالم كله ما عندوش انف تشايلد سايكايتريست، مفيش. ننسى ان لازم نبقى احنا الفوكس، خلينا احنا بالتقيل اللي يسد النفس، لكن هم لازم هيدخلوا، ده العصر. بس يبقى عندنا لسته يدخلوا على ايه. طيب في البارنتال تريننج انا عندي ايمز برضو، ان انا اعلم الاهل يلعبوا. عمركم اتفاجئتوا ان في امهات عمرها ما لعبت؟ هي اصلا وهي عيال ما لعبتش، وبعدين بعد كده كمان هي ما بتعرفش تلعب ازاي مع العيال. دايما كنت احب احط جيكسو بازل بسيطه كده واتفرج قبل ما حتى اسال اسمكم ايه، وتلاقي العيل كل عيل وليه الاستراتيجي بتاعته، يحب يحط حته في الوسط. انا علمتك كده، مش انا قلت لك تحط الكورنرز في الاول؟ طيب ها يا ستي سيبيه عشان نعرف نتكلم يعني. لا ما تعملش كده، لا لا لا. فتلاقي ام كبسه على نفس الطفل، تلاقي ام مش واخده بالها خالص، تلاقي ام ما تعرفش تعملها ازاي وهو اللي هيعلمها. اي لعبه بسيطه بشلم بجد، لو لسه في حاجه بشلم هنحطها على المكتب، هتورينا الريليشن وتساعدنا ننقل ايه اللي بوزيتيف وايه اللي محتاج تحسن، مش كله لازم يبقى نقد. خلاص الاهل للاسف لما بيبقى فيه مشكله بيرشقوا براسهم في المشكله، عليا ادربهم ازاي يدوروا على حل. يدوروا على حل هيقولوا للعيال حاجة فيها حل، لكن لما بيشقوا في المشكلة يفضلوا يتكلموا في المشكلة. طب العيل هيتعلم ايه؟ هيعمل لهم ايه يعني؟ طيب الايموشنال ريجوليشن وريلاكسيشن، امهات عقبال ما بتوصل عندنا في العيادات بتبقى تنس. ساعات كنت بفتكر انهم عشان جايين فمكسوفين ومحبطين وكده، لا هم حياتهم عذاب في عذاب، عقبال ما بيوصلوا بيبقوا باري تنس، والتنشن ده بيخلي عيالهم تلعبهم اكتر فالدنيا بتسوء قوي. فانا اول حاجه بعلمهم يلعبوا، تاني حاجه بيبقى عندي امل اعلمهم ازاي يعرفوا يهدوا وما يفشوش غلهم في عيالهم، وازاي يبتدوا يفكروا في الحل اكتر ما يفكروا في المشكله. لازم يبقوا عارفين المشكله طبعا، بس لازم يبقى كل مجهودهم رايح للحل. ازاي لو الطفل ميس بيهيفد هنتعامل ازاي؟ بروجرامز ادرب الام تشوف الدنيا من وجهة نظر الطفل. الأم جايب وجهة نظرها، عمرها ما بتشوف وجهة نظر الطفل، مش هنحل. tuning to baby، من babies يعني أمهات بتعملها by intuition. العيل يعيط، ده عايز يغير صح؟ نسميها sensitivity، تروح فعلا يبقى عايز يغير. يعيط ايه تاني؟ ده جاع، لا ده مغص. عرفت ازاي؟ من تون. مين اللي علمها؟ العيل، البيبي. خلاص اكبر حاجه بقى تشالنج بتاعت النيجاتيف اتريبيوشن دي، هي قصدها تعلني وتغزني، هي بتعمل كده وهي عارفه ان ده هيغزني. هي بقى عندها كام سنه؟ 3 سنين. والقلم بقى في حد 6 اشهر، هو عارف ان ده هيعمل فيا كده. طيب في اي احتمال تاني؟ طب تفتكري من وجهه نظر الطفل هو بيعمل كده ليه؟ ده بيبقى شغل وبيبقى مهم لو كنا هنشتغل بارنتك. لا انا ايدي فيها حاجه يا جماعه، حد احسن ابوظه. طيب كان في تريننج بروجرامز اساميهم كتير قوي، هقول لكم اسامي بس، مش هم دول الكومبوننتس. اللعب بجد اللعب مهم. It is the most serious work a child can do. خلاص and the parent can do. هي دي احلى حاجه في تشايلد سايكايتري، لعب في لعب في لعب. مره كان عندي ام وخارجه هي وابنها، لا هي كدابه من على الباب، وانا سامعه بقى دكتوره ايه دي؟ ولا عندها بلطو ولا سماعه ولا سرير كشف، كل اللي عندها لعب. بس بعديها بقى بقيت اقول ان انا دكتوره اللعب. علمني. طيب بلاي play is for fun، ده اللي لازم اعلمه للامهات. الابهات عارفين الحكايه دي،
كلمة حق يعني، بس الأمهات محتاجين قانون. خلاص play is for fun, play is for quality time. لو أنا هروح ألعب مع العيل اللعبة اللي أنا عايزاها ويلعبها زي ما أنا عايزاه، هو مين أول حد حط قاعدة؟ حد فيكم لسه كان بيلعب أولى وهو صغير فتعلم نرسمها على الأرض ونط وكده؟ أنا مش شايفة العيال بيلعبوها خلاص. مين اللي حط القواعد بتاعت دي؟ كبار؟ مين حط قواعد البلي؟ على فكرة بياجي عامل كتاب تحفة عن الحكاية دي، بياجي عامل كتاب خرافي عن ده. العيال هي اللي حطت القواعد، فمن حقهم يكسروا قواعد اللعب. هو في ايه؟ اما الاهل بيدخلوا في اللعب والكبار يدخلوا بطريقتهم، العلاقة بتبوظ. عايزينهم يدخلوا بطريقة تنفع. جوه اللعبة بنخلي الامهات ياخدوا بالهم هو العيل بيعمل ايه، لان ساعات ما بيعملش اللي الام عايزاه، وساعات بيبقى بيعمل بصراحة بصراحة يعني ما تزعلوش مني حاجات اذكى من اللي الام عايزة تعملها. ودرب الام تبص على المود اوف ذا تشايلد عشان تعرف تتنبأ امتى هيزعل، امتى هيعمل تمبر تانترم، امتى. بس واحنا بنلعب فتشوفه هو بيفرح وهو لطيف وهو كيوريوس. الكومبوننت تاني ازاي نزود الاكسبتبل تشايلد بيهيفير. الاهل كلهم بيدخلوا العياده ازاي عاقب وعلى النيجاتيف، انا بقى شغلتي اعمل العكس. خلوا بالكم من البوزيتيف، قولوا هايل وبرافو. طبعا امهات هايل وبرافو ايه، ما ده من تعبي في التربيه. هايل وبرافو دي كل الامهات فاكريني بعملها عشان العيال، بس انا ربنا بعملها عشان الاثنين واكتر الامهات، لان الامهات لو سمعوا برافو هايل للعيال هيبطلوا احباط، هيبطلوا يشدوا على العيال، وهيبطلوا بنسبه ما مش كبيره يفشوا غلهم في العيال. وانا لا في حاجه كوميونيكيشن. فاكرين احنا قلنا احنا بنعرف نكوميونيكيت مع ادلت، مع تشيلدرن، مع انفانتس؟ مش قوي. في كم مبدا كده بنحاول نعلمهم للامهات، اهمهم كونسيستنسي وبرزيستنس. لو قعدتوا مع الام في الاول وقلت لها اعملي كذا عملت، طب كذا عملت عملت، السؤال الثاني على طول ايه؟ برافو لمده قد ايه؟ هتكتشفوا انها عملتها يوم مره. فلازم نفهم الام. احنا عندنا دايما اقول لهم يونت اوف تايم، عندنا ما فيش عندنا حاجه ثواني ولا دقائق ولا ساعات. ست شهور، ست شهور اقعدي على كده ست شهور، وما الحقيقه ست اسابيع. خلاص فلازم تبقي كونسيستنت وبرزيستنت. هتقولي ازاي؟ فيرم. ما بقاش انا قاعده مشغوله وكده روح حط ده هناك، بصي للطفل وري له انك ثابته معاه، وقفي على دماغه لغايه ما يعمل الحاجه. كل الامهات تيجي تقول ايه؟ ما بيسمعش كلامي غير من 10 مره. ايه الفرق؟ تقولي بزعق. طيب خلاص زعقي من اول مره لو عايزاه يسمع كلامك من اول مره، لكن انت مضيتي له على 9 مرات لا لا لا. ايش عرفه ان العشرة هتبقى مش لا يعني؟ هي رهيني عماله تقولي لا 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 بدل من مره 10، هو احكي كلامك في الارض وهو صدقك يعني. خد بالاغلبيه. قولي الكلام، انت واقفه. ايش قاعده هنا وهو هناك وتقولي له اقفل الشباك. عقبال ما توصلي له هيكون لعبك وجرك الشقه كلها، خلاص هو عايز يلعب، هو عايز اتنشن بالطريقه دي. الامهات بتصرخ وفاكره ان الصريخ بيجيب نتيجه، جايز في الاول بس في الاخر العيال بتعمل ايه؟ مش بس على الصريخ، على الدار، اضربي، نحاس، مش مهم، مش بتوجعي، فتتغاظ وتروح تجيب بقى حاجات صديقه، في حاجات طائره زي الشباشب، وفي شمعه وشماعه، في. نقول الكلام بوضوح. وضبي اوضتك، راحت شدت الكوبرت على السرير واعتبرت الاوضه متوضبه. والام تيجي تصرخ وتصوت. انت قلتي ايه؟ قلتي كلام مبهم. قولي كلام واضح. قولي علقي البيجامه ورا الباب. حطي الجزمه تحت السرير. حاجات واضحه. كلاريتي مهمه. تايدي اب. تايدي اب ايه؟ قولي له حط كل اللعب جوه الصندوق. على فكره الامهات اغلبهم بيتكلم، انا في شك بعد كده ان الناس هتتكلم عربي في بيوتها، بس ما علينا. وقال عن حاجه من فضلكم قوموها، ما حدش يكتب عربي بحروف انجليزي. من فضلكم نكتب عربي بالعربي.
ونعلم عيالنا يشوفوا حروف عربي، لان العيال طول الوقت شايفين حروف انجليزي وبعدين نزعل. لما نقول ما تعملش كده، دي انا ما قلتش للطفل اي حاجه مفيده. ما تتكلمش كده، ما قلتش اي حاجه مفيده. وطي صوتك، اتكلم بالراحه. نقول للعيال تعمل ايه، مش ما تعملش ايه. طيب هنيجي بقى الحكايه دي، بس انا هسكيبت عشان خاطر دكتور عماد هيقولها لنا ازاي نريديوس ان اكسبتبل تشايلد بيهيفير. هو انا عندي البيهيفير، عندي ايه اللي بيحصل قبليه وعندي اللي بعديه. هديكم مثال واحد بس، انا مش هدخل في ده لان انا متاكده ان المحاضره هتغطي. الامهات تيجي وتقولي، اقول له لا من هنا يفرج عليا السوبر ماركت من هنا، اقول لها امسكيه، قالت لي ده بيتمرمغ على الارض. ده انت عارفه تقولي لا صح، عارفه ان هو هيتمرمغ، امسكيه حضنيه وبعدين قولي له لا. ايه اللي صعب في كده؟ فكري بلاننج. للاسف احنا سرعة طلقات، الامهات بتدي اوامر كتير قوي. انا فاكره اول خبره ليا في انجلترا، كنت قاعده مستنيه الانترفيو، فقاعده في حته كلها عيال وامهات، وما سمعتش ولا ام بتعدل على ولا عيل، فافتخرت ان انا اتطرشت. بقيت ابص على وشوش الامهات فعلا ما بيوجهوش، لكن احنا هنا بسرعه 30 امر في الدقيقه. فطبعا ولا انا في حيل ان انا اتابع ال 30 امر، ولا العيل يعني هينفض لي من حقه، وهكذا. هنا فبنقول للامهات بليز بلان اللي انتوا بتقولوه، ازاي هتخلي الطفل يعمله. الام تبقى قاعده وتدي 30 امر، العيال تيجي تشتكي ايه؟ انا كل ما اجي اقعد يقولوا لي روحي اعملي حاجه. بقول للامهات ايه؟ وانت بتقولي الامر روحي ناحيه ابنك او بنتك وبمستعده تنفذيه معاه عشان خاطر يعرفوا يسكتوا. في بروجرامز، في بروجرامز، في كتب جميله جدا اسمها انكريدبل ييرز، وبرامج جميله جدا انكريدبل ييرز. في منها البيزك اللي بيعمل كل الحاجات اللي اتفقنا عليها، نعلم سكيلز في البلاي وريينفورسمنت، وازاي احط ليميت سيتنج واعمل ديسيبلين تكنيكس. وفي للادفانس، الادفانس ده للاهل اللي هم هاي ريسك، الاهل الابيوسيف، الاهل الادكس، الاهل اللي حياتهم كانت كلها تروماز بره، ده كتير وبيتعمل في جروبز. الحقيقه لما الاهل يتكلموا مع بعض احسن ما احنا بنتكلم معاهم. في برنامج تاني اسمه شور ستارت، في جروب واحد واثنين بيحاولوا يخلوا الاهل يفهموا الطفل وازاي هما بيأثروا على سلوك الطفل. يعني لما يجي اب ويقول لي يعني يعمل حاجه غلط ما اضربوش، قلت له تبقى علمته ايه؟ لما يزعل يضرب. وانت جايبه ليه؟ عشان لسه عاضد بنت في المدرسة وزائق مدرسة من على السلم، هتعلمه العنف ما هو عنيف. اوكي. سيشن ثلاثة بيبقى انترودكشن تو ايموشنز، وازاي نعمل، والرابعة ايموشن ريجوليشن. في الريلاكسيشن والمايندفولنس. سيشن بحلها على الاتريبيوشن، لان الاهل في كل الدنيا بيأتريبيوت للعيال حاجات نيجاتيف. ودي كورنر ستون. وسيشن 6 يتعلموا التكنيك بتاع problem solving. الاستراكشر بيبقى 20 دقيقة الاثنين مع بعض، وبعدين 90 دقيقة في ثيرابيست بيشتغلوا مع العيال وثيرابيست بيشتغلوا مع الأهل. كان لينا تجربة الحقيقة كانت ناجحة جدا في القصر العيني، وعرضناها في كذا مؤتمر، إن احنا كنا بنعمل البارلل ده للولاد اللي أقل من 6 سنين، 5 يعني، وإحنا نازلين. لأن الأهل طبعا احنا واجهنا مشاكل كتيره قوي، ان في اكستندد فاميليز، ان الامهات رفضوا يكتبوا اي حاجه، فقلنا لهم يسجلوا فويسز، وبقوا يجيبوا الفويسز بتاعت الموبايلات ويحطوها في وسط الجروب والجروب كله يكومنت. ف البروجرام الاساسي اللي انا كنت جايباه من انجلترا كانوا 16 سيشن، نزلنا ل 12 بمنتهى البساطة، والأمهات استفادت قوي. كان من ألطف الحاجات عندنا أمهات خريجات جامعة وأمهات ما بتفكش الخط، بس في الآخر كلهم أمهات وكلهم عايزين يعملوا حاجة لعيالهم، وكلهم كان عندهم مشاكل جامدة مع عيالهم. أتاتشمنت كلمة سحرية في تشايلد سايكايتري. الأتاتشمنت دايما الناس يتكلموا عليها بعد سن السنة، عشان ده اللي عمله فينا بولبي وإينسورث، ولكن هو في من قبل كده. في السايكوثيرابي ده بيجيبوا البيرنت والبيبي، ومن خلال الانترفنشن
يبتدوا الاهالي ياخدوا بالهم من البيبي، يحسوا بالبيبي بتاعهم، شوفوا changes في البرسبشن بتاع البيرنت للانفنت، والانفنت نفسه والسيمتوماتولوجي تبان عليه. هي في السنين الاول يعني قبل كده كان الامهات يجوا يقولوا لنا ريتروسبكتيفلي انا ما عرفتش يعني ايه امومه في العيل الاولاني، انا ما جاتش غير العيل الثاني اللي حس. دلوقتي الامهات بقى عندها يظهر حرية اكتر، وعي اكتر، ما اعرفش انهم بيجوا يقولوا واحنا في البيبي اللي فيه مشكله، ودي حاجه كويسه. ولكن في امهات ما بتعرفش تحب عيالها، وفي امهات بتكره عيالها في وملهاش دعوه قوي بالماتيرنال بلوز والبوست نيتال ديبريشن. في مشاكل في الريليشن شيب، في حاجات بتبقى مش ظاهره خالص وفي حاجات ظاهره. واحده جات لي بوضوح حماتها اختارت اكتر اسم هي بتكرهه اسم بنتها وفرضته عليها، فكده هنتفاهم مش كده يعني، ممكن اشوف. لكن في حاجات تانية ما بيبقاش في سبب خالص، بيبقى ده البيبي اللي هي قاعده مستنياه بقى لها 12 سنه وبعد كده. طيب هنعمل ايه؟ اعتقد ان احنا مفروض نعمل حاجه اسمها بارادايم شيفت، مفروض نتكلم مع بعض ونشوف هنعمل ايه في تعريف الديفلوبمنت وتصورنا وتخيلنا هو بيحصل ازاي. الابهات 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 ولن اكل ولن امل. هنعمل ايه للاطفال اللي هم ما خرطتهمش المخرطه زينا كده، يعني اللي هم اكسبشنال تشيلدرن من غير اوتيزم من غير اي حاجه، اللي فيهم حاجه نابغه وبتعمل لهم سوشيال بروبلمز مع العيال لانهم شايفين العيال من سنهم هايفين. هنعمل ايه لاخوات العيال العيانين سواء كانوا اوتيزم او كانوا كانسر؟ هناخد بالنا منهم ازاي؟ هنعمل ايه في البروفيشن بتاعتنا؟ احنا زمان كانوا الناس اللي بيعيوا قوي سايكايتري ما بيخلفوش، الادويه خلت الخلفه عادي خالص، سكيزوفرينيك ومتجوز ومخلف كتير. هنعمل ايه لعيال الناس دي؟ دول في رقبتنا وفي رقبه الادلت سايكايتريست مش بس الشايلد سايكايتريست. احنا محتاجين كونسبتشوال شيفت. الفوكس انا قلت خلاص ان هو في البارنتنج هتبقى على الريليشن مش على الانديفيدوال. لكن الموديل اللي احنا بنشتغل فيه احنا كدكاتره للاسف بنشتغل دايما على الديفيسيت ودايما بنكتب روشتات. هنغير ده. الديفلوبمنت هقول لكم. الاهل لما بيبقوا حاسين بخيبه امل، يا اما بيبقى حد متهم التاني ان هو السبب في اللي جرى للعيل، فبيجوا اوريدي بالنيجاتيف. لو انا كمان جيت وقعدت اقول اصل انتوا عملتوا ده غلط وده عملته كده مش هحل، هاخر جامد. انا ما بتعملش مع الاهل على انهم عندهم نواقص، المفروض ادور الاول على مواطن القوه. ولو انا كثيرابيست عملت ده هم كمان كاهل يدوروا على مواطن القوه اللي في عيالهم، مش كده ولا ايه؟ عندي امل يعني. كل اهل عارفين عيالهم اكتر مني، مهما ما قعدت مع الطفل هتقعدوا قد ايه يعني؟ ساعه السيشن، مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع. طب وهم اللي قاعدين معاهم سبعة ايام في الاسبوع؟ فثقوا ان الاهل عندهم حاجه كريتيكال يقولوها لنا هتفرق معانا، ثقوا ان هم عندهم مواطن قوه عاملوهم على انهم اكسبرت ان ذير تشيلدرن واحنا اكسبرت ان اور فيلد، ونحط ايدنا في ايدين بعض وان شاء الله نعرف نخدم الطفل. فبالتالي لو اتعاملت على اني بتعامل مع اكسبرت تاني، بتسمعوا كلمه مالتي ديسيبلينري تيم، مالتي ديسيبلينري تيم ماشي. اهم اتنين في المالتي ديسيبلينري تيم بتاع الشغل مع الاطفال الاهل والطفل والمعالج، يعني ايا كان بقى الديسيبلين بتاعه ده المالتي ديسيبلينري تيم الحقيقي. فبالتالي لو هنعملها شراكه مش هبقى قاعده كده وانا اللي بلقن اللي قدامي، مش بنحاول نخلي الاهل على نفس مش يحسوا ان هم لو داون. فبالتالي كولابوريشن مهم. ديفلوبمنت بقى عندنا مشكله، هي الديفلوبمنت تمشي ازاي؟ دايما الاهل عايزين تحسن كده، يقولوا لنا اولاد الاوتيزم والاوتيستك يتحسن وكده بعدين يقف بس، ولو عمل دب صغيره كده انهار. هو صعب ان العيل يفضل ماشي كده صح؟ الديفلوبمنت عمره ما كان خط سليم زي الدايستول، هيقف هيطلع هيريح وهيطلع.
احنا لازم نقتنع بده ولازم نفهم ده للاهل، ان الناس ساعات بتريح وبعدين تعمل القفزه اللي بعدها. حاجة التانية ان في نورمال ديس اورجانيزيشن بيحصل، وان ديس اورجانيزيشن في سيستم يقدر يلخبط سيستم تاني. خلوني اديكم مثلا، طفل عنده 11 شهر كده 12 شهر اكتشف انه يعرف يقوم يمسك في الترابيزة ويقف، البيت بيعمل ايه؟ اول مرة بيبي بيروح شادد حيله كده وواقف على رجلتين ومش بيحبي ويجري، البيوت بتعمل ايه؟ وبتهلل وتفرح وتسقف له ويلا وبرافو وخطي وتاتا تاتا صح؟ طيب فالناس سقفت، وكل مرة هيعملها الناس هتسقف وهتنبسط هذا الطفل بعد كام يوم من هذه التجربة اللي تديله كده كل انتشاء صحي في وسط الليل، راح شادد على السرير وقام وقف وبابلينج ونده على مامته الساعة 2 الصبح. تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ لا مش هنعيده تاني، انا ما صدقت نومك انظبط، انا مش هسهر طول الليل من غير نوم وتتشد. هو يحصل له ايه بقى؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ هو بالنسبه له 2 الصبح من 2 الظهر مش فارقه كتير صح؟ فيبتدي يعمل ايه بقى؟ يعيط يصوصو ونومه يتهد بعد ما كان اورجانيزد علشان الموتور ابيليتيز بتاعته بقى في ديس اورجانيزيشن. ات از نورمال ديس اورجانيزيشن، لو طبطبنا ونيمنا وقلنا برافو برافو بس نام دلوقتي وكده هتتحل. لو امها اتشدت وما قدرتش تحتوي هذا وبقت انكشس وفرستريتد وانا ما فيش فايده فيا وانا مش عارفه اربي وقالوا لي لازم اعمل نظام نوم ورحت لها وقالت لي وعملت، وهي هتشد وهو هيشد قدامها وهيحصل ديس اورجانيزيشن. خلوا بالكم بقى ده احنا بنشوفه كتير. تيجي الام وتقول كان طفل طبيعي خالص وحصل مش عارفه ايه وخناقه وضرب وقطع، اتدهور في كل حاجه، ولا التويلت تريننج. It is a normal process ولازم ناخده بالهداوه. هنقبله امتى؟ لما ما نشوفش ان الديفلوبمنت از لينير وبيحصل وهيحصل ده. اوكي؟ واستوعبه؟ اقلق زي ما انا عايزه، يعني لو طفل كان بيتكلم وقطع الكلام وفقد الكلمات احنا كلنا بنفكر في اوتيزم، ماشي بس بالراحه. حطوه بوسيبيليتي عشان ما نتخمش، لكن مش شرط. فالنورمال ديس اورجانيزيشن ده لو الاهل ما قدروش يحتووه هيحصل ديفلوبمنتال ديريلمنت. ونشخص بقى او دي دي ونشخص كل اللي نفسكوا فيه. طيب عندي كمان في مشكله تانية وانا بشتغل مع الاطفال. الاطفال احنا اتفقنا ان هم ديفلوبينج في كله، مش كله بيديفلوب زي بعض. هعمل ايه في الطفل اللي كوجنيتيف عمال يقول لي كلام مجعلص كده واحنا مبسوطين بيه قوي، وهنا ايموشنالي هو بيبي، هتعامل مع ابو سبعة هنا ولا ابو ثلاثة هنا؟ مش بتشوفوا كده عيال قواريب؟ انا في عيال بخاف منهم، هم هيكملوا السنة الجاية 6 سنين بس هم الحقيقي هيكملوا 35. ولكن لما حاجة تزعلهم بيتصرفوا زي العيال. طب ايه اللخبطة دي بقى؟ هقول للأهل ايه؟ يتعاملوا مع ده ويلغوا ده؟ ولا يتعاملوا مع ده ويلغوا ها هنعمل ايه؟ لازم ابقى أوير الأول وخلي كل زون في الديفلوبمنت واضح قدامي وقدام الاهل بحيث يبقوا عارفين من دلوقتي هو ايه. لكن احنا بنفرح للاسف جدا بالعيال اللي بيكبروا بسرعه. بنفرح ليه؟ ما هم هيقعدوا كبار بقيه عمرهم، ده هم يا دوبك الخمس ست سنين الاولانيين. اعتقد كمان الطفوله هتبتدي تبقى 3 سنين بس، لو سبناهم يبقوا 3 سنين عيال. تشالنج كبير قوي سايبر سبيس. خلاص؟ زي ما قلت لكم كده احنا زمان كنا بندور في القاموس، دلوقتي جوجلت يوتيوب بقت. مشكلة ايه؟ احنا تعودنا طول عمرنا اهالينا يعرفوا اكتر مننا، في حتة كده مش هنعرفها. دلوقتي لو اي حاجة من الجادجتس العظيمة دي وقفت بنروح لمين؟ للاصغر.
في حاجة كبيرة اتهزت حكيت عشان أين because I said so because I know it all. ما فيش ده إحنا اللي بنلجأ لهم يفهموا هم بقى إزاي إنهم المفروض يسمعوا كلامنا بأمارة إيه معلومات هم أسرع وهيروحوا يجيبوا المعلومة قبلنا. خبرتنا في الحياة ما إحنا اتفقنا الدنيا اتغيرت وخبرتنا بقت أوبسليت. هنساعد إيه بقى؟ هنعمل إيه؟ الأبهات الأبهات مهمين جدا. الأبهات 50% من الوالدين أيوة بيفرقوا في الديفلوبمنت. وبإن بما إن معدلات الطلاق عمالة تزيد عليهم يبقوا مؤهلين نظام إن هو هياخدهم يروح يقعد بيهم عند ماما مامته هو أو عند أخته عشان هو مش عارف يعمل لهم إيه مش نافع. العيال بتتضايق العيال بتقولك بياخدونا ويرمونا عندنا مشاكل حقيقية ودورنا نساعد. انا مش هدخل ولا في قانون قديم ولا جديد ولا مستجد لان المشكله مش في القوانين المشكله بني ادمين قد المسؤوليه مؤهلين. طب نأهلهم. طيب انا ماليش دعوه بالفيمينيزم والمساواه وكده بس لازم ناخد بالنا being equal does not mean being the same. الاهل الابهات ما هماش امهات ولكن يقدروا ياخدوا بالهم من العيال في أسبكس كتيرة في كل الأسبكس بالمناسبة ولكنهم مختلفين في اللعب. هم غاويين يمسكوا العيل وينكتوه ويقلبوه والأم تبقى قاعدة مرعوبة غاويين يلعبوا معاه مصارعة غاويين يعيلوا قوي معاه وياخدوها بجد وما بيقعدوش يعني لو هيكسبوا هيكسبوا. الأمهات لا بتحب الفيربال انتر اكشن وتقعد تلعب معاهم عشان تعلمهم. الاب لو هيحمي ولا هياكل انا ما شاء الله شايفه عاده لما بحضر بيبقى الاغلبيه فيميلز المره دي شايفه ان كم حد حمى عياله. طيب الابهات لما غالبا ده سلايد غربي شويه لما بيحموا العيال كده بياخدوها على انها مهمه. الامهات بقى هتقعد توعز تفتكروا العيال بتحب انهي اللي بينجز ماشي. لما عملوا دراسة على الأبهات لما بيدخلوا في اليونتس بتاعت الإيماتيور بيبيز بقى لقوا إن الأبهات بياخدوا بالهم من الحاجات الجروس اللي الطفل يرفص يحرك. الأمهات بتاخد بالها من نغزة من ابتسامة من ففي اختلاف. الأبهات زي ما بقول كده بيشجعوا العيال على الإكسبلوريشن. الأمهات أوفر بروتكتيف. الاتنين مهمين. سيبوا الأبهات يلعبوا مصارعة مع العيال خلاص. الأبهات بطبعها مش بتدقق في التفاصيل قوي فبتسيب العيال تستكشف أكتر. ولو العيل اتعصب وتنرفز عشان الأب كسب ومرضاش يكسبه الأب هيكسب وما يكسبوش. كويس في الحياة مش وحش لأنه الطفل محتاج يمر مرحلة الانديفيدويشن دي بنستفيد منها في إيه؟ أول ما العيال يروح الحضانات يقعدوا يعيطوا للأمهات الأب يودي عادي عارف الولد ان هو لو عيط الاب هيروح شغله برضه الام ممكن تسيب شغلها. طيب do they affect بقى child development؟ ايوه الدراسات قالت اه العيال دول بيبقوا اكتر سكيور ايموشنلي لانهم اتسمح لهم يكسبلور ويعملوا بيبقى عندهم better social connections when they grow older وبيتكلموا اكتر لان الابهات طبعا يعني مش عندها استعداد تسمع كتير فالعيال بتكرر كتير بس دي حاجه كويسه برضه. وباتر اكاديميك اتشيفمنت وباتر انتلكتشوال فانكشن. فيا جماعه لازم نغري الابهات بكل الطرق. طيب انا بس بحب اقول الاطفال الهيلثي لازم ننتبه لهم. هقول لكم حاجات بسيطه خالص. العائلات دايما بتيجي كلها يعني ما حدش بيدخلوا العيال ببقى عارفه ان اسم اللي داخل لي بنوته وداخل الولد اقول له حاجه اقول له ازيك اسمك ايه فالاب يشاور لي ركزي في شغلك ثم انا عارفه ادوم اهتمام ما يبقوش كم مهمل في كل كم مره حد منكم سمع طفل بيقول يا ريتني ابقى عيان زي اخويا لان الام سابته في البيت وراحت دخلت مستشفى 57 معاه وقاعده معاه وعلى طول سايبه السلام. فالسلام ساعات بيبقوا حاسين انهم كم مهمل. I have to train mothers what to do.
الاكسبشنال تشيلدرن دول يا سلام، لو ولد ما بيحبش يلعب كره قدم ماساه، هنعمل فيها ايه؟ كل الصبيان بيلعبوا كرة قدم، البنات مش عايزينه يقعد معاهم عشان ده السن اللي البنات مش عايزة أولاد يقعدوا فيهم معاه، وهو حاسس انه ملوش اصحاب. ليه؟ عشان ما بيحبش كرة القدم. هنعمل ايه؟ يا سلام بقى، جالي طفل غاوي يرسم فساتين ستات ومامته هسهس بقى، هيطلع من اياه يا ستي يهديكي يرديكي، الولد عنده تاتش فن، لا يروح يلعب كرة قدم، يروح يلعب بوكسينج، اشتركت له في النادي يلعب بوكسينج. طيب اخر نقطة بس عايزة اقولها، زي ما بقول عيانين كتير سيفير منتل إلنس وعندهم عيال، عملنا ايه بقى؟ يا رب نحط سؤالين على البارنتينج، نسأل كل حد منهم ستات ورجالة، how are you managing as a parent؟ انت قلقان من طريقتك، لان في منهم بيبقوا فيري اجريسيف مع العيال، انا ما بقولش ان كل عيالنا اجريسيف خلاص، بس في نعمل اساس من صغيره خالص كده هو، ونسال العيال بتروح المدرسه ولا لا، لان كثيرا من الاحيان الكبيره بتقعد تاخد بالها من العيال التانيين ما تروحش مدرستها، بيبقى مش عارفين ياخدوا بالهم، الكبيره هي اللي بتطبخ او الكبير هو اللي بياكل، وبيبقوا الولاد ساعات عندهم disturbances emotional وbehavioral، اتطلقوا اتسابوا كده في الشارع، دي حتة مهمة، لان لما الاهل هيخفوا او يتحسنوا هنروح نلاقي مشاكل كتيرة او دي adversities هتأثر عليهم. في المستشفيات هل العيال بيجوا يزوروا الاهالي العيانين؟ لو حد عنده ديبريشن، حد عنده باي بولر، هيجي يشوف العيانين اللي ديمنتد ولا اجريسيف ولا، هل عاملين فاسيليتي كده اوضه لطيفه العيال تلعب فيها وتشوف بابا؟ هل علمنا الاهل يقولوا ايه على مرضهم؟ طبعا كان عندنا دي كانت تاسك فورس اتعملت من كتير قوي، كان ده تبع الدبليو بي اي، وكنا طالبين فيها ان يتحط في السبيسيفاير ان كان ليها دعوه بالتشايلد بيرنج ولا لا، وان كان البني ادم ده لوكينج افتر كيدز ولا لا. طبعا ما عبروناش خالص طبعا، من رغم ان هو كان الرئيس راجل عظيم جدا اسمه ايام بروكينجتون، هو اللي عمل اول ماذر بيبي يونت في انجلترا في برمنجهام. طيب يبقى احنا شغلتنا مش نلغي ان الاهل يعرفوا يبقوا اهل، ولكن تو سترينثن ذم، يبقى عندنا معاهم فريم ورك للديفلوبمنت، عايزين ابهات، عايزين ابهات 50%، عايزين نزود السلف استيم والبوزيتيف سلف كونسبت عند الاهل، لو كان عندنا امل ان يفضل في دور للاهل وان هم يقدروا ينتراكت بوزيتيفلي مع التشايلد مش يعاقبوه، وانهانس بروبلم سولفينج، انهانس فيلينجز اوف بينج سلف ريلاينت، مش معنى ان هم لجأوا لنا ان هم ما يعرفوش يبقوا اهل، وان هم يفكروا في اللي هم عملوه، لان احنا ببساطه لازم نعترف مش كل الحلول عندنا، احنا عندنا افكار لحلول، ولكن هم كمان محتاجين ان يشاركونا، لان الدنيا اتغيرت قوي قوي يعني. فاحنا وي ار كولابوريتنج وذ بيرنتس، وعلينا نفكر نفسنا يا ريت نقدر نانجيج فاذرز. بارادايم شيفت اللي نفسي فيه ان احنا ما نقعدش ندور على الديفيسيت، نفكر بطريقه بوزيتيف، مفيش حاجه اسمها لينير ديفلوبمنت، هو مالتي دايمنشنال، ناخد اوبجكتيف وانفولفمنت كده ونبقى باردين مش نافع لو هنشتغل مع بيرنتس، وما احناش بنكتب روشتات، احنا بنكولابوريت. شكرا. احنا حضرنا مؤتمرات اطفال كتير وكده طول الوقت، اوتيزم واي دي اتش دي ومنتال ريتارديشن، فانا كان نفسي ان احنا نغير التوبكس، واي بليف ان هي محاضره مهمه خالص لكل الناس، ان احنا هاو تو تيك كير اوف اور كيدز او هاو تو ريز اور كيدز، يعني انا متهيألي مهمه للدكاتره اللي قاعدين، يمكن مش بس للبيرنتس بتوع التشيلدرن اللي بيجوا لنا العيادات وكده. لو اي حد عايز يسال الدكتورة سعاد، ناخد سؤالين ثلاثة كده. دكتورة سعاد السلام عليكم، شكرا على المحاضرة القيمة جدا، استفدت منها على المستوى الشخصي قبل العلمي. سؤالي بس على ردا على سؤال الطفل
المجادل شويه، اللي هو بحجه ايه يعني ان والدي ووالدتي يعرفوا اكتر مني. احيانا برد عليه بالراحه كده بقول له انت واخوك الصغير مين بيعرف منكم اكتر، ده مدخلي له يعني. فراي سعادتك ايه؟ كل الردود اللي تعتمد ان انا بحترم الطفل وعقليته. لما بتزنق قوي في اطفال معدياني هعمل لها ايه يعني؟ من لازم اعترف بساله ايه رايك، ما دام سالت السؤال ده اكيد عندك اجابه كويسه، قول لي بقى عقبال ما افكر، لان ساعات العيال بتحرق لنا حاجات كتير، بس من خبرتي الاهل بيحرقوا اكتر من العيال. فايوه بنقول كده. وفي مقوله تانية كده كنت اقول لهم، كانوا بيقولوها لنا واحنا صغيره، ماي روف ماي رول. بقول للأهل، بقول لهم يعني أهلكوا فضلوا يسمعوا كلام أهلهم طول ما هم تحت سقفهم، دلوقتي هيسمعوا كلامكم إمتى يعيشوا حياتهم؟ فالعيال بتفكر، أقول لهم ما تجاوبونيش دلوقتي، تعالوا وقولوا لي. ولكن هو في قواعد، وفي كل مكان في قواعد، وأندر ماي روف إز ماي رول، يعني تحت سقفي قوانيني، لغاية ما تعمل لك سقفك وطلع أعمل اللي أنت عايزه. ولكن الأهل كمان لازم يعرفوا إن هم يقنعوا عيالهم إن ده مفروض يتسمع، إن في هيراركي. يعني من أكتر الجمل اللي أعتقد ما بقتش مناسبة لما أهلي يجوا يقولوا لي عايزين نبقى أصحاب، يروحوا يقولوا لعيالهم عايزين نبقى أصحاب. الأصحاب مش هيعدلوا على بعض، الأصحاب خلاص ندية، وبعدين أهلي يجوا يشتكوا لي إن في ندية، أنا بلغي كلمة أصحاب دي. أنا بشكر حضرتك طبعاً، برج الدكتور ناجي فوزي أستاذ أمراض النفسية. انا صراحه زي ما اسامه اخويا قال ان احنا استفدنا فعلا في يعني في تربيه اولادنا، يعني لان في حاجات كتير بصراحه مفيده. اللي بيلفت نظري دايما، يمكن ده مش سؤال اكتر منه يعني كومنت، اللي انا حاسس الصوت مش باين. اللي انا بشوفه ان احنا كشرقيين او كمصريين ما بنهتمش ابدا بالولاد، وممكن الاب والام بيتخانقوا الولاد قاعدين وفي دماغهم ان الولاد دي مش عارفين حاجه. انا ذهلت ما حضرتك بتقول الولاد وهو سنه سنه ويطلع يعمل يصحى لهم الساعه 2 الا ربع وشخط وفيه وعمل. طيب هو ده فعلا هو السن ده بيبدا الولد يعني يتفهم الانفايرومنت اللي حواليه، لكن انا يعني هل ممكن في الاوقات اللي زي كده، مش اقصد في الطفل ده يعني اكبر شويه يعني مش سنه، الانكزوليتك لها رول او الفارماكوثيرابي لها رول؟ ما هو احنا حضرتك قلتي ان هو ممكن وخلاص واستمر بقى على الطريقه دي. احيانا ده حاجه كتيره جدا، يقول ما تدينا مهدئ عشان الواد ينام، بس انا شايف طبعا انها غلط. يعني انا اول حاجه حتى بقولها لهم الولد ده مرايه البيت، يعني اذا كان انتوا بتيجوا بدكم تكشفوا على الولد، في حين ان الكشف المفروض يبقى عليكم انتوا الاثنين يعني مش الواد خالص يعني. فهو يعني تمام، لان هي لو استوعبته ان هو بيجرب حاجه جديده مش هتحتاج الدواء. هو الدواء بيلعب ادوار عندنا في تشايلد سايكايتري، بس مش هو الاساس. هو الاساس ان الاهل يعرفوا يرسموا الخريطة اللي هيحصل فيها البيهيفير، سواء بما قبل ولا ما بعد. الأطفال عبارة عن بيهيفيرز، واللي بيجي معاهم الكونسيستنسي والبرزيستنس، كل مرة هتعمل كده هيحصل كذا. يعني احنا عندنا مشكلة ان الأهل ساعات يقولك ايه، كبرت دماغي واحد واثنين وثلاثة، في الرابعة انفجرت، مش نافع. ويخليهم يعملوا جدول كده ويحطوا مسطرة، المصيبة دي عاملة زي معايل بيحط ايده جوه المروحة وهي شغالة، دي عشرة لازم هتاخدي رد فعل، وما بتستناش تتكلم، هي بتنط تجيبه من جوه المروحة ونخلص، أو من على بلكونة أو من سور البلكونة، صح؟ فيهاش كلام. مش كل حاجة بقى تبقى بقوة الزلزال عشرة دي، في حاجات واحد واثنين ثلاثة بقول للأمهات ما تعلقوش عليها. في حاجات في الوسط علقوا وودوا عواقب أمور على قدها، يونت صغيرة. الجامد قوي ده بقى هو اللي فعلاً. فالأهل كمان محتاجين يحطوا لنفسهم مسطرة، لأن اللي بيحصل إنها بتزعق على أهي في حاجة، فما بقاش في أي منطق في البيت. عمل مصيبة، التانية التالتة قررت تستحمل، في الرابعة راحت انفجرت. أنا بيبقى نفسي إن الأهل يبقوا عندهم كده زي الجوريزم يعلوا إزاي في الحاجة، مش هيحتاجوا ساعتها أدوية. صحيح الأدوية ملهاش رول في السلوك، عشان كده العلاج السلوكي هو العلاج. دلوقتي مشكلة الأديكشن في العيال الصغيرة والكلام ده، احنا بنواجه أهالي بنحاول نفهمهم ونحاول نفهمهم مع الطفل وصاحب الطفل، الموضوع يفشل كتير.
ادكشن للنت ولا الحاجات التانية؟ دراجز. فبالتالي من خبرة حضرتك جاست من خبرة حضرتك يعني التعامل مع الأطفال ديت بصورة البارنتنج بقى والكلام الريليشن ده يكون ازاي؟ هو الحقيقة التحدي بتاع الأدولاسن قصة تانية، عشان كده بحب اشتغل سن صغير، لان انا مش هاجي فجأة تطلع لي علاقة مع ابويا في سن 14 سنة. الاب ده كان فين على المدى؟ جاي صاحبه دلوقتي كده على التكة دي، بس في مصداقية الاب ده اهم بقى من اني اقول كده، اقول للاب ازاي يبني علاقه تاني من اول وجديد مع الابن. اتس نيفر تو ليت، بس ات ويل تيك ا لونجر تايم طبعا، لان كان فين ده الاب ده. فدي مشكله بقى، دي اشكاليه، ولكن نبتدي. لكن ان هو هينزل بالباراشوت يبقى اب، بالعكس ما بتنفعش خالص في رايي، بتعمل بالعكس. حكاية بقى الحاجات الإباحية والسايتس اللي العيال بتدخل عليها والكارتونز اللي فيها حاجات إباحية من غير ما تبقى مواقع إباحية، يعني أنا فوجعت من 3 سنين فيرجن 3 بتاعت بيوتي أند بيست ديزني اللي كل الأهل بتفرج عليها، شانل فيرجن 3 فيها إيه؟ فيها 2 ممهات في البيت، علشان لما العيال تروح تزور هناك في الغرب كده ما يتخضوش إن ما فيش ماما وبابا، في 2 ماما في 2 بابا. مين اللي فضح الدنيا؟ بوتن منع الفيلم يدخل واتقلبت عليه الدنيا، ما قعدتش، قال لهم ما تبوظوليش عيالي. اوكي، ها، دي مشكله تانية. ام بقى ذكيه جدا اللي علمتني كده، بتقعد تتفرج على الكرتون ابيسود من اولها لاخرها وتنزلها على ايباد وتتفرج من اولها لاخرها، ما فيش نت للعيال الصغيره. فاحنا فعلا هنخرج بره الصندوق، احنا مش نافع اللي كان عندنا ده، مش نافع اقول له ما تفتحش، هيفتح، ولو ما فتحش هيتفتح لوحده. والقلم بقى لو كان حد من الكبار في البيت بيفتح الحاجات دي فبيروح يستعمل الايباد بتاعه فتتفتح. احنا عندنا بقى يعني تحت الكاربت حاجات كتيره قوي وبنشوفها في العيادة، وللاسف الاعداد بتزيد. انا مع حضرتك، لكن الادمان ان بارتيكولر مشكله كبيره قوي قوي، والسن عمال ينزل. واعتقد ان عشان كده بقول الابهات من الاول من فضلكم بلاش ينزلوا بباراشوت، لان اغلب الابهات يقول لك لا مش هاخد بتاع دي. لا مش هدخله الحمام، لا مش نافع، ده استثمار وده المستقبل، ان الابهات يبتدوا من الاول يدخلوا في القصه عشان يبقى لهم كده. شكرا للاستاذه الدكتوره سعاد موسى، تشرفنا بوجود حضرتك معانا وسعداء جدا بالمعلومات القيمه جدا الغير تقليديه، ونتمنى ان شاء الله تكرار اللقاء. احنا طبعا انا تفهمت موقف دكتور مدحت، احنا طبعا بتوع الشات سايكاتري اللي معظمهم يقول لك هو الموضوع اتوموكستين وريسبيديكس او ريسبريدال واوميجا. القضيه بصراحه اللي عايز يشتغل في الشات سايكاتري يخرج بره الريسبريدال والاتوموكستين، الموضوع غير كده خالص، او على الاقل يكون عنده المعلومات دي او ملم بيها عشان يقدر يتعامل مع الطفل، او على الاقل يوجه الاهل بالطريقه المثلى اللي تفيد الطفل. شكرا لحضرتك ونتمنى لقاء حضرتك اكتر من مره.